محمد عبد الجبار خليل فيصل. شكرا. سنبدا من اسمك؟ عبد الحكيم. اسمك عمر عبد الحكيم؟ عمر. لا، عمر عبد الحكيم. عمر عبد الحكيم. شكرا. عمر عبد الحكيم برالي عبد الوهاب. استاذ عمر عبد الحكيم برالي عبد الوهاب وحسين. عمر عبد الحكيم برالي عبد الوهاب حسين. عمر عبد الوهاب. عمر عبد الكريم عبد الحكيم برالي عبد الوهاب حسين احمد. شكرا. محمد. عمر محمد. عمر محمد. أنت قل عمر علي عثمان. شكرا. تفضلوا واجلسوا. أتعبتكم معذرة. حياكم الله. قبل أن نبدأ الدورة، هناك بعض الضوابط المتعلقة بالدورة. أولا، ألقي الهاتف النقال على الصامت. من أراد أن يخرج من القاعة لغرض معين، إما هاتف أو غير ذلك، فيمكنه أن يخرج بدون طلب إذن، أن يخرج مباشرة. وصل؟ حتى لا نطلب الإذن ونضيع الوقت. فأنتم ناس كبار، من أراد أن ينصرف ثم يرجع فله ذلك. نتجنب الحوارات الثنائية لأنها تضيع الوقت ولا تفيدنا بشكل كبير جدا. المرجو أن من الجميع أن يطبقوا التمارين التي في الكراسة التي سوف نقوم بها جميعا. نطلب من الجميع المشاركة بفعالية. انزعوا الخجل، فالخجل غير مطلوب وغير محبوب وغير مرغوب. أول مرغوب هو الحياء، وفرق شاسع بين الحياء والخجل. أزيلوا الخجل، لأن اثنان لا يتعلمان من هما مستحي والمتكبر. فنتواصل بفعالية ثم نلتزم بمنهج الدورة التدريبية. أي نعم، أنا أعرف بأن يدور في ذهنكم مجموعة من التساؤلات والإشكالات الواقعية تريدون حلها، لكن لن نستطيع في دورة واحدة قوامها 5 أيام أصبحت 4 نحل جميع الإشكالات. لكن حسبنا أن نعطيكم منارات على الطريق، ونعطيكم الطريق الصح والسليم في الإدارة. آنذاك سوف نحل الإشكالات واحدة تباعا في لقاءات مقبلة إن شاء الله. ملاحظات تنظيمية. البرنامج حمولته المعرفية والتقنية كبيرة، وتحتاج منكم تركيز، أن نركز بشكل كبير جدا. لا يسمح في هذه الدورة بالغياب، فالذي تغيب سوف يحضر أباه. لا يسمح بالغياب، لأن إن تغيبت فلن تستفيد بشكل كامل جدا. أنا فقط أمزح معكم قضية الأب. ثم إكمال الكراسة أمر ضروري. الكراسة فيها مجموعة من الخانات كي تدونوا رؤوس الأقلام، فمن الجميل أنكم أن تكملوها. في نهاية الدورة ستحصلون على شهادة. شهادة بأنكم حضرتم دورات ثنائية
في دورة إدارة تربوية، فلكي تكون ناجحا أو تعتبر ناجحا في هذه الدورة يجب أن تكمل ملء الكراسة، الأمر الأول. الأمر الثاني أن تحضر جميع المجزوءات، أي جميع الحصص، أن تحضر جميع الحصص، ثم أن تجتاز الاختبار الكتابي بنجاح. مستعدون للاختبار الكتابي؟ مرحبا، سيكون سهلا إن شاء الله، وسوف نمتحنكم فيما سندرسه في هذه الأيام. ما الذي سنتعلمه في هذه الدورة؟ هذه الدورة سنتعلم مجموعة من الأشياء المتعلقة بتاريخ الإدارة، متى نشأت الإدارة؟ لماذا نشأت؟ ما هي وظائفها؟ أهميتها؟ ما هي أدواتها؟ إلى غير ذلك. ثم تعرف أساسيات العمل الإداري، كيف ندير مؤسسة معينة، إما مؤسسة أهلية أو شبه قبيل. ثم سوف نتمكن من تدبير الموارد البشرية. ما معنى الموارد البشرية؟ تعرفون الموارد البشرية؟ الموارد البشرية هم الناس، هم الموظفون. سوف نتعلم كيف نقوم بإدارة شؤون الموظفين بفعالية. من لم يفهم شيئا فليخبرني. الآن سنقوم بعملية رصد الاحتياجات. تحتاج قلم من أجل السبورة. عبد الله، شوفوا سيد علي، نريد قلم من أجل السبورة. هنا لدي نقطتان، الحاجيات والتخوفات. فما هي حاجياتكم؟ ما هي الأشياء التي تريدون أن تعلموها من هذه الدورة؟ الباب مفتوح لل... ما الذي تريد أن تعرفه من هذه الدورة؟ ما هي احتياجاتك؟ تفضل. احتياجاتنا أو احتياجات الشخصية، أنا أتكلم عن نفسي. احتياجاتي كيف أدير مؤسسة تعليمية أهلية؟ نعم. ثانيا، كيف أخطط استراتيجية سير التعليم لهذه المؤسسة؟ جميل. ثالثا، كيف أنمي أو كيف أطور ذاتي شخصيا في الإدارة التربوية؟ رابعا، بمفهوم الإدارة التربوية كيف يكون مطبقا لدينا عند عودتنا وعند انتهائنا في هذه الدورة؟ رائع. بشير اسمك؟ اي نعم. نعم أستاذ بشير، يعرف ما الذي يريده، يعرف أربعة أشياء هو لديه نقص فيها فهو يعرفها. الشخص الذي يعرف حاجياته، هل يتعلم بسرعة أم ببطء؟ بسرعة. لأنه يعرف الطريق الذي يريد أن يذهب إليه، لكن ليست لديه وسيلة. تحياتي أستاذ بشير. شكرا. من منكم لديه احتياجات ممكن أن يتقاسمها معنا؟ ماذا تريدون أن تتعلموا هذا اليوم؟ كيف أكون مديرا ناجحا؟ كيف أن تكون مديرا ناجحا؟ نعم. كيف أقنع تلاميذي؟ وكيف يعني فن الإقناع؟ نعم. كيف أخرج إذا واجهت من مشكلة في الإدارة؟ كيف تحل المشكلات الإدارية؟ جميل. نأخذ شخص ثالث. أولا أريد أن أتعرف تعريفات الإدارة عامة. عامة. ثانيا، الأهداف التي تستهدف الإدارة، كذلك أنواعها ونتائجها، وخبرة علمية في الإدارة حتى أكون ناجحا في أي مجال مباشر. ما هي تخوفاتكم؟ البعض يحضر ولديه تخوف من موضوع معين، ربما لن نستفيد، ربما سنضيع وقتنا. ما هي تخوفاتكم؟ ما الذي يتخوف من تخوفات؟ لا تخافوا، تكلموا بحرية. نعم أستاذ. أخاف الفشل. تخاف من الفشل؟ أيوة. ثانيا، أنا أخرج من الدنيا ولم أحقق شيء.
تخوف آخر؟ نريد من الجميع أن يشاركنا بفعالية إن شاء الله. أخاف من عدم التخطيط. من عدم؟ التخطيط. من عدم التخطيط. نعم. إذا تعلمت العملية فسوف تتقنها إن شاء الله. ستتقنها. فقط ركز معي. تدخل ثالث. نعم. دعيني أتذكر الاسم. حواء. نعم. مرحبا. تحتاجين لتخطيط الممنهج. نعم. تخوفاتك؟ لديك تخوف من الدورة؟ فشل؟ تخطيط الممنهج. مرحبا. كلمتي عدم النجاح بعد بدل الفشل عدم النجاح وعدم الفشل لان الكلام حينما نذكر كلام سلبي فانه يؤثر علينا. تحياتي ونقول عدم النجاح ستكون اجمل. الان انواع الحضور انواع الناس الذين يحضرون الى الدورات التكوينيه هم انواع. ركزوا معي. انواع الحضور ولدينا هنا انواع المشاركين. النوع الاول من انواع الحضور هو انا سوف اطلعكم من خلال الشاشه. النوع الاول هو انا. ما معنى انا؟ يعني انا اعتقد جازما انني حضرت الى الدوره وانني انا الذي ساستفيد. النوع الثاني بشير يا أقلامك. لا أقلام الأستاذ. تحياتي شكرا. لدينا أنواع الحضور. لدينا أنا حينما يحضر شخص إلى الدورة فيقول أنا حضرت إلى الدورة وأنا الذي سأستفيد. وهناك نوع ثاني من الحضور هو الآخر. شخص يحضر إلى الدورة ويقول خسارة، لو حضر فلان الآخر لكان أجمل سوف يستفيد. ماذا يفعل هنا؟ يلغي نفسه ويركز على أشياء أخرى. النوع الثالث هو الناقد. هذا شخص حضر إلى الدورة ويركز على الانتقاد. القاعة غير مكيفة، هناك ازدحام، لقد أخروا علينا الكراسة. ماذا يفعل؟ يضيع طاقته في أشياء جانبية ولا يجمع طاقته في التركيز على الدرس. فهمتم؟ إذن هل سنكون أنا أم الآخر أم الناقد؟ أنا أعتقد أنني أنا الذي حضرت وأنا الذي سأستفيد. أنواع المشاركين كذلك. هناك المتعلم. المتعلم شخص حضر إلى الدورة ويعتقد جازما بأنه حضر لكي يتعلم، لكي يأخذ شيئا جديدا. هناك نوع ثاني وهو المرغم. المرغم هو شخص أرغمه مديره أو مسؤوله أو رئيسه فحضر مرغما رغم أنفه. هل سيستفيد؟ لن يستفيد. أنا لا أعتقد إلا أنكم غير مرغمين، حدثتم عن طواعي. الأخير هو متعلم ومرغم الزائر. زائر مرة وظن بأن هناك شيء جميل فقال سأجرب حظي في هذه الدورة وخليها على الله. إذن ها هي التقسيمات ثلاث. أنا الآخر ناقد المتعلم المرغم الزائر. الآن إذا جمعنا أنواع المشاركين مع أنواع الحضور ماذا يعطينا؟ أنا متعلم. مطلوب منكم أن تغمضوا عيونكم لثانية أو ثانيتين. تغمضوا عيونكم ثم تقولوا في قرارة نفسك سرا لا جهرا أنا المتعلم. قولها ثلاث مرات حتى تتيقن بأنك أنت جئت لكي تتعلم. أغمضوا عيونكم وقولوها في سركم أنا المتعلم واقتنعوا بذلك. شكرا.
هذا واتساب، فيسبوك، ايميل لمن اراد التواصل، وممكن نتواصل حتى بعد الدورة في اطار التكوين وفي اطار المتابعة. ان كان لديكم مشكل او اي امر اخر، فقط التواصل بالعربية لاني لا اتقن الانجليزية ولا سواحلية. مرحبا، نسيت الهاتف، يجب ان اضعه على الصامت. الله العظيم، إذن أعطوني متطوع واحد، أريد متطوعا. مرحبا أستاذ بشير، تفضل. أستاذ بشير، ما اسم الدورة؟ دورتين هذه ما اسمها؟ دورة التروية الإدارة، الدورة الإدارية الإدارة التربوية. دورة الإدارة التربوية، جميل. ما اسمي؟ اسمك عمر. عمر، عمر زيان. نعم، انتظر. ما اسم هذا الرجل؟ هذا السيد ما اسمه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. نعم. جميل. جميل. إضافة إلى الصغير. من أراد أن يخرج من الدورة، هل يخرج بإذن أم بدون إذن؟ من أراد أن يخرج من الدورة لابد من. قد أخبرتكم. نعم، مفهوم، بدون تشويش على الآخرين. بدون تشويش أي بدون إذن. جميل. مدة هذه الدورة كم؟ أربعة أيام. كانت خمسة أيام فنقصناها يوم فصارت أربعة أيام. نعم. الذي سوف يكون ناجحا في الدورة يحتاج إلى ثلاث أشياء، ما هي؟ يحتاج أن يكون مستعداً. أنا أن يكمل الكراسة، ألا يتغير، ألا يتغير، وأن يجتهد الامتحان. كتاب. كنت سأعطيك هدية فاخرة لكن سأعطيك هدية بسيطة. ممتاز. سأعطيك هدية العربية قدس المتقى. ماشي، جزاك الله خير. إذا نبدأ تمهيد. الصورة واضحة؟ ليست واضحة. ممكن الضوء؟ مشكلة الضوء. ممكن إطفاء الضوء غير مؤقتا؟ مؤقتا. هذه الصورة أين شاهدتموها؟ هل شاهد أحد منكم؟ لا تعرفونها؟ أعطيكم صورة أخرى. صورة هنا. أين شاهدتم هذه الصورة؟ هنا في هذه القاعة. جميل. من أحدث هذا الشكل الجميل؟ نحن أم هم؟ نحن. جميل. اقتنصت الفرصة البارحة وأخذت صورة لكي أقول شيئا مهما. من أراد أن يدير الناس عليه أن يدير نفسه أولا. واسمحوا لي سأكون شيئا ما قاسيا معي ومعكم، لأن الحق أحق أن يقال. من يريد أن يدير الآخرين يجب أن يدير نفسه أولا. إدارة الذات مقدمة على إدارة الآخرين. فكيف يعقل أن لا ندير شؤوننا الخاصة والبسيطة ونكون أقوياء في إدارة مدرسة؟ مدرسة مشاكلها كثيرة متعددة، لن نستطيع أن نديرها ما لم تكون لدينا قدرة قوية وكبيرة على إدارة ماذا؟ على إدارة ذواتنا وشؤوننا الخاصة والبسيطة وعالم الأشياء. لأنك حينما تدير مدرسة تدير عالمين، عالم الأشياء وعالم الأفكار، ثم الأمر الثالث هو عالم السلوكيات والممارسات عند الموظفين.
فحينما لا تدير عالم الأشياء الخاص بك هل ستستطيع أن تدير مدرسة؟ لم تستطيع. المفتاح الأول قبل أن أكون مديرا ناجحا في المدرسة أن أكون مديرا ناجحا مع ماذا؟ مع ذاتي. تتساءلون لماذا لدي مجموعة من المشاكل في المؤسسة؟ جوهر المشاكل نابع منك أنت كمدير. أغلب المشاكل تصدر من شخصية المدير. قبل أن نأتي إلى علمه في الإدارة هناك شخصيته مؤثرة في البداية. سامحوني على هذه القسوة. سامحوني. لكن عندي هنا شواهد. غاندي كان يجسد النماذج فكان يقول كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم، بمعنى كن قوة. الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي خير البشر كان قرآنا يمشي على الأرض، لم يكن يقول للناس افعلوا ولا تفعلوا فقط، بل كان يمارس يطبق. فهمتموني جيدا؟ نسيت فكرة صغيرة، هو أن المحتوى العلمي لهذه الدورة ستأخذونه في النهاية، سأسلمه للأستاذ علي على شكل سيديروم، وفيه جميع المداخلات التي ستكون في هذه الأربع أيام. لكن هذا لا يمنع أن تدونه، لأن التدوين يجعلك تستوعب أكثر، كما يقولون ما كتب قرة وما ترك فرة. إذن دونوا، لكن سوف تتسلمون جميع العدة العلمية كاملة. إذن هذا غاندي. نأخذ شاهد آخر، فيليب ماسنجر يقول على الإنسان الذي يريد أن يسود الآخرين أن يكون مسؤولا عليهم، ماذا عليه؟ أن يكون سيد نفسه أولا. وسيادة النفس تكون في أبسط الأشياء ثم تصعد إلى أكبرها. فهمتموني جيدا؟ لم أسمع جيدا؟ نعم. من أراد أن يصور ممكن أن يصور، البعض يريد أن يصور لا حرج. فنأخذ نموذجا من تراثنا الإسلامي الرائع. عمر بن الخطاب يقول ميدانكم الأول أنفسكم. فهمتم؟ الميدان الأول الذي ستشاهد فيه ما هو؟ هل هو الآخرين؟ لا، نفسك. فإن قدرتم عليه، أي على أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيره أقدر. أقدر اسم تفضيل، يعني أكثر قدرة. من غلبته نفسه ستغلبه المؤسسة، ومن انتصر على نفسه سوف يكون قويا في المؤسسة، بل سيكون أكثر قوة. فهمتم المعادلة؟ بسيطة جدا. ابدأ بنفسك، ستكون المؤسسات سهلة طيعة وطوع بنانك. كنت غير قادر على إدارة ذاتك أو نفسك قد غلبتك، سيغلبك الجميع.
إذا كان هذا فقط تمهيد. الآن ندخل إلى عالم الدورة التكوينية. على بركة الله نبدأ. إذن المداخلة الأولى بعنوان الإدارة الخصائص والمميزات. طبعا الحال كما قلت قبل قليل نريد تركيزا كبيرا، ولدينا بعض الهدايا كما تسلم أخ بشير واحدة منها، فالمشاركون المتميزون سوف يحصلون على هدايا. إذن أول مداخلة سوف نتكلم عن خصائص الإدارة، ما هي خصائصها، مميزاتها إلى غير ذلك. في ثنايا العرض سأسألكم، نعم سجلتم العنوان مسجل عندكم في الكراسة في البداية، نعم. قبل أن نبدأ لدينا لغز، يقول هذا اللغز، اسمعوني جيدا، على المدير الذي يريد أن يلج عالم الإدارة أن يكون لديه كيس مليء بالحيل. سمعتموني؟ على المدير الذي يريد أن يلج عالم الإدارة، أن يدخل عالم الإدارة، أن يصبح مديرا، أن يكون لديه كيس مليء بالحيل. ما رأيكم؟ متفقون أم غير متفقون؟ أنت متفق؟ نعم متفق. متفق متفق. وقال شاعر: من لم يصانع في أمور كثيرة يمرس بأيام. نعم زهير بن أبي سلمى. نعم ما لديه رأي آخر؟ الباقي ليس لديكم رأي؟ نعم متفقة. جميل متفق كذلك. هل فهمتم اللغز جيدا؟ أن يكون لديك كيس مليء بماذا؟ بالحيل، المكر، الخداع. قلت متفق قبل قليل. لا لازلت عند كلامك. نعم هو متشبث بكلامه. نعم الخدعة تختلف عن الخيانة. الخدعة تعني السياسة، يعني أن تتعامل مع المرؤوسين بحيل وسياسات. لا يعني أنك تخدع. شكرا. كلام يحتاج إلى يؤمن بالحيل. يعني فهمت من كلامه بأنه لا يعني الخديعة ولا يعني المكر، يعني السياسة، يعني فن الممكن. لا أنا أتكلم عن الحيل كحيل المكر والخديعة. هل تؤمنون بأنه يجب أن يكون في الإدارة؟ لا. نعم إذن الآن اطمأن قلبي. في الممارسات القديمة والأولى للإدارة في العالم الغربي وإلى الآن تؤمن بالحيل، فهمتموني؟ تؤمن بالمكر والخديعة في الإدارة، وبهذا الشكل ينجحون، لكن ينجحون على المدى القريب ليس على المدى البعيد، ثم ينجحون دنيويا وليس أخرويا. ولكن للأسف عدد من المسلمين يمارسوا هذا الأمر، يمارسوا الإدارة بالحيل، لكن الأصل أن نمارس الإدارة بماذا؟ بالشفافية، بالوضوح، بالحوار. ممكن أن نشتغل بالمدارات. ما معنى المدارات؟ غير المجارات. المدارات يعني أنك ممكن أن لا تكذب وأن لا تقول الحقيقة بعض الأحيان. لا تكذب مثلا، هل جاء فلان؟ لم يأتي. وفعلا هو لم يأتي، لكن سيأتي. لم يسمع. فهمتم العملية؟
أن لا يكون هناك كذب ولا خداع ولا أي شيء من قبيل، لأن الإدارة في العالم الغربي هذا هو الفرق بينها وبين إدارتنا. إدارتنا نظيفة مبنية على أسس، نعم علمية لكن مبنية على قيم. واضح؟ جميل. تعريف الإدارة، الإدارة تعريفها في اللغة وتعريفها في الاصطلاح. في اللغة الإدارة تعني الرئاسة أو تسيير أو تدبير، بريزيدونس جيستيون مانجمنت. هذو مصطلحات متعددة للإدارة. هناك الرئاسة وتسيير وتدبير، كلها تعني كلمة إدارة. كل شيء خذوا فقط رؤوس الأقلام. جميل. اصطلاحا الإدارة عند الخبير محمد فتحي يقول الإدارة هي وظيفة إنجاز الأعمال عن طريق الآخرين، لذلك المدير لا يقوم بالأعمال هو بنفسه، يقوم بالأعمال عن طريق طريق ماذا؟ طريق الآخرين، فهو يفوض. أنت تقوم بهذا العمل، أنت تقوم بهذا العمل، أنت مسؤول عن لجنة كذا وهكذا. فالمدير دائما لديه فن التفويض وفن توزيع المسؤوليات على الآخرين. هذا بالنسبة للمفهوم العادي، المفهوم العادي للإدارة. لكن هناك مفهوم أعمق وأجمل سوف نشاهده الآن لهذا الكاتب الأمريكي الذي اسمه ستيفن كوفي. من منكم يعرف ستيفن كوفي؟ صاحب العادات السبع. صاحب كتاب العادات السبع. قرأت هذا الكتاب؟ لم تقرأه بعد؟ رؤوس الأقلام يجب أن تقرأ. ممتاز، يجب أن تقرأ هذا الكتاب. فهو يعرف الإدارة على أنها التحكم بالأشياء، ركزوا معي، التحكم بالأشياء وتمكين الناس. عادة ماذا نفعل نحن في إدارتنا؟ نتحكم بالأشياء ونتحكم كذلك بالناس. فهمتموني؟ حينما تكون لي عندي نية أن أتحكم بالآخرين سوف يثورون ضدي وسوف يثيرون القلاقل والمشاكل والألاعيب، وكلما أحل مشكلة يظهرون لي مشكلة أخرى فأقول موظفون غير نافعون. لكن أين المشكلة؟ فيهم أم فيك أنت؟ فيك أنت، في المدير. فهمتموني؟ لا نستطيع أن نتحكم في البشر. الذي يستطيع أن يتحكم في البشر هو الله عز وجل. لا نستطيع أن نراقب البشر، لكن نستطيع أن نجعلهم يؤمنون برؤية، بتصور، يعيشون معنا نفس الأهداف، يطيعوننا حبا وليس خوفا. فهمتم؟ يطيعوننا إيمانا بالمشروع وليس خوفا منا. لذلك يجب أن نتحكم بالأشياء ثم نقوم بتمكين الناس، وعلى تمكينهم أن نعطيهم جميع الوسائل والآليات التي تساعدهم على العمل ونزيل الرقابة، ولكن نقوم بالمتابعة الخفيفة. فهمتموني جيدا؟ هذا أحسن ما وصلت إلى الإدارة في حديثة. إذن ما هو تعريف الإدارة؟ إذا ذكرناها قبل قليل. نعم.
دون أن تقرأ. عبد الله تفضل. لا تقرأ. تمكين تحكم بالأشياء. نعم. أعيدها. تحكم بالأشياء وتمكين الناس. أعيدها جماعة. أنت لا تجيب. من قائم من صاحب هذه التعريف؟ ستيفن كوفي وتستحق هذه الآن. أستاذ اسمك؟ محي الدين. سأعطيك كراسة من نوع آخر. تحياتي. التعريف الأول. تفضل. الإدارة بمعنى العام تعني وظيفة إنجاز الأعمال عن طريق الآخرين. تحياتي وتستحق هذه. ولكن معها قلم. قلم جميل. شكرا. يقول أحد الإداريين الحديثين بيتر دراكر يقول سهل جدا أن تجلس وتلاحظ ما يجري، الصعب هو أن تقوم وتفعل شيئا بناء على ما راحت. بمعنى آخر الكلام سهل لكن التطبيق صعب جدا. كذلك أنت كمدير حينما تنتقد تلك الأعمال، هل الانتقاد سهل أم صعب؟ سهل أن تنتقد لكن من الصعب أن تقوم في ذلك العمل نيابة عن ذلك الموظف. لذلك رفقا بمن؟ بالموظفين. رفقا بالموظفين. جميل. الآن سوف نتقسم إلى 6 مجموعات، كل مجموعة فيها 6 أشخاص، ولدينا تمرين الموالي إن شاء الله. إذن سنقف جميعا. سوف تتوزعون فيما بينكم كل ستة لوحدهم. ستشتغلون لمدة 6 دقائق فقط. 6 دقائق. حينما أقول انتهى الوقت سوف تنتهون وتعودون إلى هذا المكان. عود الشرح. سوف نتوزع إلى 6 أفراد مثلا، 1، 2، 3، 4، 5، 6. أنتم تعالوا لوحدكم. 6، 1، 2، 3، 4، 5. السؤال رجاء السؤال. سوف تبحثون جميعكم في موضوع مهارات الإدارة. ما هي المهارات التي يجب أن تكون عند المدير؟ ليس علوم ومعارف، مهارات. تفضلوا. 6 مهارات. وآخر محرر يكتب. يختار مسير للجلسة والمحرر. شكرا. هنا المجموعة الأولى، نريد المجموعة الثانية. هذا رسمي. ومرة ثالثة بشير. نشيط بشير هذا، ليس كذلك؟ أريدكم أن تكونوا مثله. مهارات المدير منها مهارة القيادة، وهي القدرة على التأثير على التأثير بالإدارة. مهارة القيادة وهي القدرة على التأثير بالإدارة. الاتصال وهي الطريقة التي يستخدمها في الحياة العملية. إدارة الأزمات وهي السيطرة على مشكلات العمل ورسم النقاط اللازمة. الرابعا التخطيط
هو عملية تحديد واقع جهة الاتصال ورسم تحديد لتنفيذ هذا العمل. المهارة السادسة أو الخامسة اتخاذ القرارات، وهو أن يفهم فهما عميقا ويتحمل المسؤولية على الوجه المطلوب. من المهارات التفاوض وهو الإتقان في مجال العمل، إدارة الوقت وهي تنظيم وسيطرة الأمور بتكلفة وجهد ووقت أقل. أخيرا المهارة الفكرية العقلية، ويقصد بها قدرة المدير على التفكير المنطقي والتحليل العلمي للمشاكل وأسبابها حتى يتمكن من إيجاد الحلول السهلة والشاملة لها ومنع تكرارها في المستقبل. وشكرا. شكرا. الفرقة الثالثة أنتم تفضل. المهارات التي كسبناها التي يجب أن يتقن المدير، أولا جدول، أن يكون له جدولة أعمال اليومية، بمعنى أن يعرف الأعمال التي يقوم بها هذا اليوم كل يوم. ثانيا المرونة. رابعا الحضور الباكر، أن يكون قدوة للآخرين في حضور العمل، أن يكون عنده أعلى مؤهل، أعلى مؤهل ومؤهل، يعني أن يكون يتمتع بأرقى شهادة. خامسا إدراك المشاكل وحلها بأقصر مدة. سادسا إكثار الجلسات والمناقشات والتشاور بين المؤلفين، أن يكون عارفا عرف البيئة التي يعيش فيها. السلام عليكم. السلام. المجموعة الرابعة عبد الله. السلام عليكم. مهارات الإدارة، أنا لا أريد أن أشرح كما شرح الشيخ ما شاء الله الشيخ، بل أريد بالضبط أولا القدرة على القيام، ثانيا التحكم في نفسي أولا، ثالث التحكم بالأشياء وتمكين الناس، رابعا أن يكون قادرا على الابتكار، خامسا وضع الأهداف وتسويقه الخاص، سادسا التمكين من أدوات التخطيط الاستراتيجية. شكرا. المجموعة الخامسة. المجموعة الخامسة القيادة وبث الحماس، معرفة الأسباب التي أدت إلى ظهور المشكلة، وضع الخيارات العديدة لمعالجة الأزمة، أن يكون باب الاختيارات مقوما، الموازنة بين الإيجابيات، عقد الاجتماعات المستمرة وجمع الأطراف المعينة، التخطيط والتنفيذ والتقويم. شكرا. المجموعة السادسة. المجموعة السادسة.
بسم الله. استعدوا لسماع الصوت الشديد. أولا أن يدير نفسه أولا، ثانيا ثم يدير الآخرين، ثالثا الاشتراك على كافة المنشآت، رابعا ضمان تنفيذ أفضل استراتيجيات، خامسا وضع الأهداف الخاصة بكافة المهام، سادسا الاهتمام بمراقبة العمل القدرات التنفيذيين ورؤساء الأقسام، ثامنا سابعا البحث عن أفضل برامج الوظيفة، ثامنا الاهتمام بتوظيف الموظفين الأكفياء. شكرا. ابقى معي. ما اسمك؟ إسحاق. إسحاق، لدي طلب، يمكنك أن تكون مذيعا متميزا في قناة الجزيرة. إن شاء الله. تحياتي الجمعة الثامنة. تحياتي أستاذ إسحاق. وعمر، مرحبا. مرحبا أستاذ عمر، أنت أهلا. زلت بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من مهارات المدير أشعر بالمسؤولية، أن يشعر بالمسؤولية التي كان على كاهله. ثانيا الإخلاص، أن يكون محقا للعمل مخلص. ثالثا التخطيط، الله يكون عشوائيا، أن يكون المدير يخطط. التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والرقابة وتحسين العلاقة بين المدرسة وبين المجتمع وبين الطلبة، وأن يكون واقعيا، يعني له خبرة في الدولة التي يعيش فيها ويعرف التقاليد ويعرف ميول المجتمع وماذا يريد المجتمع. المجموعة التاسعة، أنتم أنتم بعد مهارات المدير والإدارة، أولا مهارة الاتصال، ثانيا إدارة الأزمات، ثالثا مهارة اتخاذ القرارات، رابعا مهارة التفاوض، خامسا مهارة إدارة الوقت، سادسا مهارة القيادة، سابعا مهارة توزيع الأعمال، الأخير مهارة التحفيز والتشجيع. شكرا لكم. شكرا. المجموعة العاشرة، بسم الله، في مهارات المدير التخطيط، بين قوسين التخطيط الاستراتيجي، على المدير أن يكون ماهرا بتخطيط الاستراتيجي. المهارة الثانية التوجيه، بعد وضع الخطة الاستراتيجية على المدير أن يوجه المرؤوسين أو الموظفين لتنفيذ هذه الخطة على الوجه المطلوب. الرقابة، عليه أن يراقب الموظفين أيضا ما إذا تم التخطيط كما ينبغي أو لا. رابعا اتخاذ القرارات، والقرارات تنقسم إلى قسمين، قرارات روتينية
وقرارات في حالات طارئة. كلا الحالتين عليه أن يقوم بعملية اتخاذ القرار على الوجه الصحيح. خامسا الذكاء، وهذا الذكاء مقصود منه الذكاء التحليلي. سادسا التواصل. واخيرا تحياتي لك وللمدرب. شكرا اخي يوسف. مجموعة الحادي عشر. السلام عليكم. من المهارات التي يراد من المدير أن يتقن بها هي أن يكون ذو رأفة ورحمة للموظفين. لازم أن تتوفر لديه مهارات إدارية وسلوكية وهارة التفكير والاتصالات وشخصية قيادة. لازم أن تتوفر لديه شفافية والمعرفة للمنصب. أن يكون مشتهرا بالأمانة، أن يكون مشهورا بالأمانة والمساواة، أن يكون سريع البداهة، أن يكون ميدانيا، أن يكون سريع البديهة، وأن يكون ميدانيا، أن يكون معترفا بالخطأ. أيضا يراد من المدير أن يكون لديه مهارات فنية، وأيضا أن يكون لديه مهارات إنسانية ومهارات فكرية والعقلية، وأخيرا مهارات شخصية. شكرا. شكرا. أنتم مررتم؟ تفضل. كلكم مع الأستاذ. نعم. إذن الجميع مر معنا. لاحظتم غزارة الأفكار التي حصلنا عليها، لكن هنا لدي ملاحظة واحدة، وهو أن أفكار كلها التي قلتها جميلة جدا وفي محلها، لكن إشكال واحد هو أن هناك خلط ما بين أربعة مستويات في كلامكم. هناك خلط ما بين الوظائف والصفات والمهارات والمهام. فرق شاسع ما بين السماء والأرض، ما بين الوظائف والصفات والمهارات والمهام. نبدأ في البداية بصفات المدير، ثم المهارات التي يتقنها، ثم الوظائف تؤدي إلى المهام. سنشرح هذه الأشياء فيما يستقبل من الأيام إن شاء الله. إذن ركزوا معي قبل أن نمر إلى المهارات. أنادي على عبد الله، يوسف، عمر، تفضل. عمر أصر وألح على أنه يريد هدية، سوف يأتي إلى هنا، إن فزت فسنحصل على هدية. مرحبا، تفضل أستاذ عبد الله. تفضل يوسف. لا انظر هنا. تحياتي. من آخر؟ أستاذ، ما اسمك؟ عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. أخذت الشيوخ الكبار جدا. تفضل. ممكن أستاذ ممكن أنت تقول لي معذرة. سير خلي فضاء شعبي. انتبه وراءك. إذن أنتم الآن سوف نقوم بلعبة. ياك لعبتم في صغاركم؟ لا. ستلعبون اليوم. الآن أنتم في بر. البر. حينما أقول بحر سوف تقفزون هكذا إلى البحر، وحينما أقول بر ترجعون إلى البر بهذا الشكل. بحر. بر. بر. لا 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 عمر يريد أن يفوز. كانت هذه تجربة. الخير. نقص واحد. بر.
انتم في البر برا برا الان نحن في البحر بر. لا انتم في البر، ارجع الى البر. نحن في البراري مع قبائل المصاي بر. مرحبا فاز الان بر. انتم في بر في البر لا تعرف انتم من اجل بر. بر بحر بحر انتم في البحر. اذهب انت وانت خسرتم. بقي يوسف واسلام خسرتم. انتم اين الان؟ برا. نعتبر بر بحر بر بر خسرت وفاز يوسف. ابقى معي. يوسف يفوز بالمصحف. تحياتي. مرحبا يوسف. مرحبا. لكن لن ننسى عمر. عمر سوف يأخذ هديته كذلك. مشروب لذيذ. معذرة الأستاذ عمر. شكرا. إذا نعود إلى الموضوع مهارات الإدارة. قلنا ذكرتم أشياء كثيرة جدا كلها جميل، لكن ينقصها فقط تصنيف. هناك خلط قلنا بين الوظائف والصفات والمهارات والمهام. الآن سنتكلم فقط عن المهارات. ما هي مهارات الإدارة؟ أنا حينما سألتكم أقول لكم مهارات المدير. لو تركزوا معي وتعمدت أن لا أصحح ما أخطأتم فيه، أنا قلت مهارات الإدارة. فالإدارة لديها مهارات والمدير له مهارات مختلفة. الأستاذ ذكر أشياء معينة في المهارات وبعض الإخوة آخرين في الإدارة فقط. ربما أستاذ ذكرني باسم إسحاق. إسحاق ذكر بعض الأشياء. إذا في مهارة الإدارة هناك مهارات ذهنية. من مهارات الإدارة مهارات ذهنية. بمعنى حينما تكون مديرا تحتاج إلى مهارات ذهنية تستعمل فيها العقل، مثل يوسف ذكرت شيئا الذكاء، مهارات تخطيط أن تخطط للمستقبل، مهارات اتخاذ القرار فهي مهارة ذهنية. لاحظوا معي، إذا المهارات الذهنية مطلوبة في الإدارة. والمهارات الذهنية منها ما هو مكتسب ومنها ما هو فطري. إذا لم تكن لديك هذه المهارات يمكنك أن تتعلمها. من المهارات كذلك هناك مهارات اجتماعية يجب أن تتعلمها إذا لم تكن فيك هذه المهارات. من بين المهارات الاجتماعية ماذا؟ التواصل. جميل. التواصل من العلوم المهمة جدا أن نتعلمها. والتواصل مهارة اجتماعية، والمدرسة الأهلية محتاجة إلى التواصل أكثر من أي شيء آخر. ربما الشركات والمصانع التواصل فيها قليل، لكن المدارس التواصل فيها كبير جدا. أيضا مهارات تقنية. الإداري يحتاج إلى مهارات تقنية. مثال مهارات تقنية، كتابة التقارير مثلا، التراسل والمراسلات إلى غير ذلك. هذه تسمى مهارات تقنية تنفيذية. لاحظوا تكلمنا في البداية عن مستوى عالي جدا اللي هو المهارات الذهنية، وهذا عادة يكون في الإدارة العليا أم الوسطى؟ العليا. هنا الوسطى، هنا الإدارة الدنيا. ولكن في نفس الوقت ممكن أنت كمدير تربوي أن تكون فيك هذه الخصال بكاملة أو هذه المهارات بكاملها، يمكن أن تمتلكها وأن تشتغل بها. واضح؟ جميل. الآن الإدارة هل هي علم أم فن؟ هل هي عبارة عن علم وقواعد أم فقط عبارة عن تقنيات معينة نتعلمها؟
ما رأيكم؟ فن أم علم؟ قلت كليهما. توافق الأستاذ يوسف؟ نعم شاركونا أستاذ. كليهما كليهما علم فن فن وعلم صحيح؟ تمت مدرسة الأمر من جموعة من العلماء المتخصصين في الإدارة، فالاتجاه الأول يقول أن الإدارة فن، والاتجاه الثاني يقول أن الإدارة علم. فن بمعنى مجموعة من التقنيات نتعلمها ثم نمارسها، لكن هناك من يؤكد على أن الإدارة هي علم قائم بذاته. لكن الاتجاه الثالث هو ما قلتم أنتم قبل قليل، أنها علم وفن، والأصح أن الإدارة أولا علم، لأنك ضروري أن تدرس علم الإدارة، ثم هي فن بمعنى آخر هي تقنيات حتى لو درستها يجب أن تتدرب عليها. فهمتموني؟ إذن هي علم وفن، نحتاج إلى علم لكن نحتاج كذلك إلى ممارسة، والممارسة فيها تدريب، والتدريب فيها فيه أخطاء، والأخطاء تعطينا قرارات من بعد ذلك صائبة، والأخطاء تعطينا خبرة، والخبرة تعطيني قوة. واضح؟ إذا ليس المفيد أن أدرس فقط علم الإدارة، لكن أن أدرس ثم أن أمارسه، بعد الممارسة أتعلم تلك التقنيات. أعطيكم مثال، حينما أشتغل معكم حول موضوع التواصل في اليوم الثالث، نتكلم عن التواصل، هل إذا درستم التواصل ستصبحون متواصلين جيدين؟ لا، يجب أن تمارسوا أن تطبقوا حتى تتعلموا تلك الأشياء. إذا الإدارة فن أم علم؟ كلاهما فن وعلم. جميل. الآن سننتقل إلى خصائص الإدارة. الإدارة لديها سبع خصائص. أولا هي شاملة. ما معنى أن الإدارة شاملة؟ ما معنى شاملة؟ نعم، تشتمل على جميع مناحي الحياة. الإدارة تشمل كل شيء، تشمل حياتنا كاملة، ثم حتى في المؤسسة تشمل جميع مناحي المؤسسة. أنت كمدير مسؤول عن الشجر والحجر وكل ما يتحرك في ذلك المكان، أنت هو المسؤول. تفاعلية، معنى أنها تفاعلية ما معناه؟ هل معناه أنا هو المدير، أنا الذي أقول، أنا الآمر، أنا الناهي، أنتم كلكم أصمتوا، أنا الذي أقرر، هذا هو معنى التفاعل؟ لا. ما معنى التفاعل؟ تبادل يوسف، أن تأخذ وتعطي، يعني تناقش مع البيئة، تتفاعل مع البيئة المحيطة، مع المرؤوسين، مع المجتمع. الإدارة تفاعلية معناها أنها ليست ديكتاتورية، ليست أنا لا أريكم إلا ما أرى، هي تفاعل بينك وبين الموظفين والمجتمع والمحيط إلى غير ذلك. هي كما قال أحدكم هي تبادل، تبادل في الحوار والنقاش والتواصل. من بين مشاكل المدراء هو أنني لا أستمع للآخرين، أو أستمع وأفعل ما يروق لي. الأمر الثالث هي إنسانية. إنسانية معنى إنسانية أننا نمارس الإدارة بالإنسان. من أجل ماذا؟ من أجل الإنسان، من أجل الإنسان. لكن بعض أحيان تنقلب الآية فنمارس الإدارة بالإنسان لإتعاب الإنسان، بالقواعد والقوانين واللوائح والضوابط والتنظيمات إلى غير ذلك. الإدارة هي اجتماعية، فيها البعد الاجتماعي حاضر بشكل كبير جدا.
الأمور واضحة. نعم. نعم. الإدارة هي عملية منظمة. عملية منظمة. إن سألني أحدكم وقال لي أريد تعريفا مختصرا للإدارة عوض ذلك الكلام الطويل الذي قلناه في البداية، أقول الإدارة تساوي تنظيم. الإدارة تساوي تنظيم. كل أمر منظم فهو عبارة عن إدارة. الإدارة لا تترك شيئا للصدفة. هناك الأقدار العلوية لكن لا تترك أشياء هكذا سبهللة لوحدها. سادسا الإدارة عمل قيادي، وسمعت أحدكم هنا أشار إلى القيادة. فعلا المدير هو قائد، والقائد مثل الربان مثل القبطان، القائد مسؤول إلى آخر رمق. فهمتون؟ الإدارة عمل قيادي. إن تعب الناس لا يجب عليك أن تتعب، أنت تحفز الناس وأنت لم تجد من يحفزك، ماذا تفعل؟ هل تركن إلى الأرض؟ ماذا تفعل؟ تحفز نفسك. فهمتم؟ المدير لديه عمل قيادي كبير جدا. أخيرا هي عملية قصدية وهادفة. لا يوجد في الإدارة عمل عبثي هكذا. أنا أريد أن الأمر أن يكون بهذا الشكل، لا، الأمر سيكون بهذا الشكل لأن هناك أهداف معينة سنصل إليها، هناك مخطط، هناك ترتيبات. فمثلا هذه الدورة بفضل جهود الإخوة المنظمين في الرابطة في جامعة المستقبل، مجهود جبار جدا، لم يتركوا شيئا للصدفة، حتى أنهم حينما التقوا بنا في المطار تعرفون ماذا أحضروا؟ حسبوها، حضروا الماء. فهمتم؟ كل شيء مخطط له. إذا هذه هي خصائص الإدارة. كم عدد خصائص الإدارة؟ 7. هي شاملة، تفاعلية، إنسانية، اجتماعية، عملية، هادفة، عمل قيادي. تحياتي. من يعيدها لوحده؟ شاملة، تفاعلية، إنسانية، إنسانية، اجتماعية، عملية منظمة، عمل قيادي، عملية هادفة. ولو أني أردت أن لا تقرأ لكنك كنت تختلط بين الفينة والأخرى لا بأس، المهم المشاركة. نصف هدية وهي عبارة عن كيس للتحياتي. هنيئا لك. شكرا. مجالات الإدارة قلنا أنها شاملة، من بين المجالات التي تشملها أولا الذات. مجالات الإدارة أولا الذات، ثم إدارة الأفراد أو الموظفين، ثم إدارة البرامج والأموال والتوقيت، وأخيرا التسويق. هذه بعض مجالات الإدارة. طبعا الحال الأموال والتسويق ليس لكم فيها دخل بشكل كبير، لكن هناك دخل جانبي. كيف تديرون عملية التسويق أنتم في المدارس وأنتم مدراء؟ التسويق هل هو من اختصاصكم؟ تعرفون التسويق؟ أن تسوق لذلك المنتوج كي يعرفه الناس، هل هو من مهمتكم أن يعرف الناس المؤسسة وأن يتسجلوا بها؟ هي مهمتكم، ليست مهمتكم، لكن لديكم إشارة خفيفة فيها. شنا هي؟ هي التواصل. حينما تتواصل جيدا مع الآباء ومع الطلبة ومع التلاميذ سيرتاحون، وحينما يرتاحون سوف
يخبرون أصدقائهم عن المؤسسة. إذا بهذه الطريقة تكون قد ساهمت في التسويق بطريقة غير مباشرة بأخلاقك وتواصلك. بل التسويق مهم جدا، بل هو أهم شيء، مهم بشكل كبير جدا. ومن التسويق جودة العمل. إذا أنت العمل عملت قلت بالتسويق، لكن إذا عندك التعليم والإدارة منظمة الناس يعرفون عنه. صحيح. نعم، فهذا هو التسويق الحقيقي لعملية التسويق. صحيح. فعلا صحيح. نعم. سجلتم؟ نعم. اعذروني أن أسرع شيئا ما حتى نصدرك من فتنة البارحة. الآن مستويات الإدارة. الإدارة ثلاث مستويات. كما قلنا كم من مستوى؟ لدينا مهارات ذهنية. أي مستوى؟ عليا. مهارة اجتماعية؟ وتقنية مهارة دنيا إدارة دنيا. وها هي مستوياتها. إدارة علمية طابع فكري يعني مهارات ذهنية. إدارة وسط طابع اجتماعي تنفيذي مهارات اجتماعية. إدارة دنيا طابع تقني مهارات تقنية. لاحظتم؟ بالنسبة للاختبار النهائي سيكون سهلا بسيطا ومبسطا. لن نطلب منكم إجابات هكذا، سنطلب منكم فقط أصل بسهم أحيط الجواب الصحيح. سهل، لا تخاف، كلكم ناجحون إلا يوسف. لا حول. إذا من يذكرني؟ هناك إدارة عليا مهاراتها ما هي؟ ذهنية أو طابع فكري. ومهارات وسطى طابعها اجتماعي تواصل. وإدارة دنيا تقني دائما. ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ عبد الله ما سجلنا؟ لم أفهم. لم تسجل. أعتذر. نعم أستاذ. الإدارة الدنيا طابع تقني، هذا شرح. الطابع التقني هو أمر لا يحتاج إلى كبير تفكير، يحتاج فقط إلى تطبيق، مثل كتابة التقارير، مثل تنظيم الأرشيف مثلا، أمور تقنية. أنا أنت عبد الله الأخ الذي بجانبك، مرحبا. ماذا تشاهدون؟ ماذا تشاهدنا؟ جلس. شاهدت كأس. من شاهد الكأس فيكم؟ أنت؟ كأس، نعم. من منكم شاهد الكأس؟ شاهدت الكأس. من منكم شاهد شيئا آخر غير الكأس؟ جرس. جرس. ماذا رأيت؟ جرس. شيء آخر غير الجرس وغير الكأس. كأس. جرس.
كرة القدم. كرة القدم شيء آخر. سأساعدكم. إذا ركزتم على السواد ستشاهدون كأس. ركزوا على البياض. ماذا تشاهدون؟ ليس بحر. لاحظوا هذا. ما هذا؟ وجه. وجه. لاحظتم الوجه؟ الوجوه. الجزء الابيض وجوه والجزء الاسود عباره عن كؤوس. صحيح. ظهر. اذا دائما في حواري مع الموظفين لست انا دائما على صواب. يمكن ان يكون الصواب مع الموظف. علي الإنصات والاستماع وتجميع المعلومات عند الجميع. لست دائما الذي أملك الحقيقة. واضحة. مرحبا. الآن أريدكم أن تركزوا بشكل كبير جدا. سندخل إلى آخر نقطة في هذه في الحصة. الموضوع الأول وهي مبادئ العملية الإدارية. مبادئ العملية الإدارية. أريدكم أن لا تنسوا هذا الاسم الذي سأكتبه الآن. هذا الشخص سوف نتكلم عنه كثيرا. هنري فايول. هنري فايول. هنري فايول. أدعوكم للبحث عنه في الانترنت فلديه أشياء جميلة. هنري فايول هذا هو الذي أتى بأمرين اثنين مهمين لدرجة كبيرة جدا، لدرجة أن بهذين الأمرين نشتغل اليوم في الإدارة في العالم بأجمعه. فهمتموني؟ هنري فايول في القرن التاسع عشر أبدع أمرين مهمين في الإدارة ولا زالا صالحين لحد الآن في العمل، نعمل بهما. أول الأمر هي مبادئ العملية الإدارية، سندرسها اليوم. ووظائف الإدارة سندرسها غدا. وظائف الإدارة. أتى بوظائف الإدارة وأتى بمبادئ العملية الإدارية. جميل. سؤال، كم عدد مبادئ العملية الإدارية في رأيكم؟ تحياتي سيد بشير. 14. هناك 14 مبدأ من مبادئ العملية الإدارية. بمعنى أنت كمدير لديك مبادئ تتقيد بها وتشتغل بها كي يكون عملك رسميا ومنظما. سوف نذكرها باختصار. هذه المبادئ ليس المهم أن تحفظوها، لكن أن تبقى في بالكم وفي ذهنكم فقط. أولا التخصص. أنت كمدير لا تقبل أحدا أو لا توظف أحدا أو لا تعطي منصبا معينا لشخص معين إلا إذا كان متخصصا في ذلك المجال. التخصص يساوي القوة. التخصص قوة. عدم التخصص يسمى سد فراغ، وسد الفراغ يعطي عبثية. عبثية مردودية وإنتاجية ضعيفة، ثم جودة ضعيفة، ثم تسرب
إلى غير ذلك. التخصص يعطيك قوة وجودة. المبدأ الثاني السلطة والمسؤولية. السلطة ليس بمفهوم الشدة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النبي ليس الشديد بالسرعة لكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. إذن أنت كمدير معناه أن تكون شديدا قويا وصارما وتصرخ في وجه أي شخص، هذه الإدارة؟ لا. السلطة معناها أن تكون مسؤولا ومقاليد الأمور بيدك، ليس معناها الزجر والنار ولكن معناها أن لديك سلطة اتخاذ القرارات إلى غير ذلك، بمعنى أنت هو المسؤول والكل يرجع إليك لكي يستشير معك. النظام، وقبل قليل قلت لكم لو أعيد تعريف الإدارة لسمينا الإدارة تنظيم، فبدون نظام ليست هناك إدارة. النظام معناه أن يكون لكل شخص مكان خاص به ولكل شيء مكان خاص به. عالم الأشياء له مكان وعالم الأفراد إلى غير ذلك، ويمشي كل شيء في المؤسسة في ترتيب واتساق تام، لا وجود للعبثية. الأمر الرابع وحدة الأمر أي القيادة. فمن غير المعقول أن يتلقى الموظف أوامر وإجراءات من مجموعة من هناك مخاطب وحيد لكل شخص. تذكروها جيدا، مخاطب وحيد وليس مخاطبين متعددين. الأمر الخامس وحدة الاتجاه. وحدة الاتجاه معناها ببساطة هي وحدة الرؤية، فيجن بلغة أخرى وحدة الهدف. يعني نحن كلنا نشتغل في المؤسسة، ليس أنا لدي أهداف خاصة وأنت أهدافك الخاصة وأنتم أهدافكم الخاصة في هذه المؤسسة، خطأ. ما الذي يجب أن يكون؟ كلنا لدينا أهداف موحدة، كلنا أهدافنا نجاح المؤسسة، تطورها، نريد أن نصل بالمستوى من كذا إلى كذا، نفس الأهداف نشتغل عليها جميعا. إن كانت أهدافنا مجزأة هل سننجح؟ لن ننجح. الأعمال مقسمة لكن الأهداف موحدة. عليك كمدير أن توضح الأهداف للموظفين وتشرحها لهم مرارا وتكرارا، تعيد شرحها حتى تتضح الرؤية. عيوننا كلنا نحو الأهداف، نقاشنا في اتجاه الأهداف ليس في اتجاه المصالح الشخصية ولا الأهداف الشخصية. إذن وحدة الاتجاه، لدينا بوصلة تشير إلى هذا الاتجاه، كلنا سنتجه في هذا الاتجاه. سادسا أولوية المصلحة العامة. لا وجود لأمر اسمه المصلحة الشخصية في العمل. المصلحة الشخصية هناك في البيت، لكن العمل الأولوية للمصلحة العامة. هناك استثناءات، في حالة المرض نقدم مصلحتك الخاصة فتذهب إلى الطبيب، لكن في الحالات العامة المصلحة العامة هي ماذا؟ هي الأولى. لاحظوا مبادئ رصينة ومنظمة وموضوعة بشكل متقن. ما اسم صاحب هذه المبادئ؟ هنري فاير. سابعا تعويض العاملين أي الأجرة أو المكافأة، يسمونها المكافأة. لا يمكن لإنسان أن يشتغل بدون تعويض، وذلك التعويض يقدر بقدره حسب المهمة وحسب الوقت إلى غير ذلك.
قلنا سبعة بقي سبعة. تاسعا المركزية. ثامنا ما دازل هناك خطأ. إذن ثامنا المركزية يعني العمل يكون متمركز في يدك أنت كمدير. ثامنا هناك واحدة ناقصة. تاسعا تدرج السلطة من المدير نائبه مسؤول الموارد البشرية إلى غير ذلك حتى آخر الرتب الإدارية في المؤسسة. بدأت حالف تدرج السلطة لكل واحد مخاطب وحيد. عاشرا الترتيب. احدى عشر العدالة. ما الفرق بين العدالة والمساواة؟ هل يمكن أن نقول المساواة بين الموظفين؟ لا. والبشر سواسية، لماذا نفرق بينهم في الوظائف؟ العدالة أوسع وأعلى. لأن الناس يتفاوتون بالمهام التي يقومون بها وبمؤهلاتهم وبالوظائف التي تسند إليهم. صحيح. فالناس الذين ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة هو ظلم للرجل وللمرأة. حينما تقوم بالعدل فهو أنسب لهما. فهمتمون؟ كل واحد تعطيه حقه حسب قدراته. فكذلك الموظفون نقوم بالعدالة، هذا يستحق قليلا وهذا يستحق أكثر، هذا يعمل مهام ذهنية وفكرية، هذا مهام تقنية بسيطة. فهمتم؟ إذا العدالة هي الأولى. المساواة لا يمكن ولا يمكن أن تتحقق في عالم البشر. إذا استقرار العاملين معنى أن العامل أو الموظف حتى يكون موظفا متميزا يجب أن يحس أنه مستقر في عمله، لا يخشى الطرد. لأن أنت كمدير يجب أن تريح الموظفين من هذه الناحية، لا يحس أنهم مهددون بالطرد لكل بين الفينة والأخرى، وإلا فلن يعطيك أحسن ما عنده. آخر حاجة هي التحفيز، أن تحفز الموظفين يوميا، تحفزهم، لأن بالتحفيز يكون العطاء أكبر. ولدينا مداخلة كاملة حول التحفيز في اليوم التالي إن شاء الله سنتكلم عن التحفيز. هذه هي مجمل المبادئ 14 المتعلقة بالإدارة التربوية. أنا أجل 13 واحدة لم أعرف أين أثناء الكتابة، سأعيد البحث عنها وأذكركم بها. الانضباط منضبطا، جميل، اكتب 14 الانضباط. أن يكون المدير منضبطا وأن يحرص على أن يكون هناك انضباط في العمل. شكرا سيد بشير، غدا سأحضر لك هديتك الثانية. مرحبا، تنال جزاء. أخيرا يقول توماس أديسون، تعرفون توماس أديسون وصاحب المصباح الكهرباء. توماس أديسون حاول محاولات كثيرة جدا لكي يشعل المصباح، لكن في كل مرة كان المصباح لا ينجح، فكانوا لا يقولون له أنت فشلت فشلا كبيرا وفشلت مرات متعددة. فماذا كان يقول؟ لقد وجدت طرقا كثيرة لا تؤدي إلى الحل، لن أسلكها تلك الطرق. ركزوا معي، فرغم أنه كان يتعب
هل كان يقلق؟ لم يكن يقلق، كان يتمتع أثناء العمل، أثناء الفشل كان يستمتع، يستمتع. لذلك أنتم لديكم مجموعة من المشاكل في العمل، استمتعوا معها، فكروا في حلول إبداعية واستمتعوا في حلها عوض الركون إلى الروتين والهدوء، وكل شخص في قاعته يدرس وأنا مرتاح. فماذا كان يقول توماس أديسون؟ أنا لم أعمل يوما في حياتي. هل كان يعمل أم لا؟ كان يعمل، لكن كان يعمل وهو مرح، فقال بل كان الأمر كله مرحا، كان يستمتع. استمتعوا بالإدارة، لا تجعلوها هم ومشاكل وغم، واجعلوها متعة. فهمتمون؟ استمتعوا بالإدارة. هنا أقول إذا كنت مرغما على وظيفة معينة اتركها، لن تنجح في وظيفة أرغمت عليها. الوظيفة يجب أن تعشقها، أحب ذلك العمل، لكن هناك تقنية أخرى نفسية. إن كنت مرغم على تلك الوظيفة غير إرغامك وحوله إلى حب. فهمتني أخي يوسف؟ إذا لم تكن قد أحببت